بسم الله نقوم بجولة جديدة. يا ربي نتلاقاو مع شي حيوان في الحيوانات. إذا تحطت الفيديو يعني تلاقيت مع شي حيوان أليف. بسم الله توكلنا على الله. البرد الريح والبرد الصيف سالة. الجامع ديالو هو هذا كنيسة انجليز. هذا هو الشارع الرئيسي السونتر فيل. سير اخويا حسن الداسية سير. سير اخو حسن سير اخو حسن. هاك تطلع طلعه وجرب على 25 24 كيلو. ما بغيتش نتلاقى مع خنزير يشدني قسمني. خلونا مع الغزلان او والثعاليب والارانب او والسناجب. بسم الله الغابه كتبدا من هنايا. هيا لننطلق. البارح كنت باغي ندير البيكاله ولكن وقع واحد البلان هو انه اللي ما خلانيش ندير البيكاله البارح. الصراحه واحد الصدمه البارح هي ماشي ليا ولكن شفت واحد الديكور ضرني في خاطري بسببه اجلت الدوره ديال البارح ديال البيكاله. الله يلا بسببه. ودي افلام فهاد اوروبا والله حتى افلام. اللي بغى يعرف اش وقع البارح يخلي لينا تعليق باش نعرف وندوي ونقول شنو هو البلان اللي كان البارح. هذا ماشي سسبنس ولكن صراحه شفت واحد المنظر البارح ضرني في خاطري والحمد لله على نعمه الاسلام. واخا حنا عندنا شي مسلمين الله يهديهم ولكن كوميم بمقارنه مع صحاب اوروبا احنا يا واصلين بزاف وبعاد في هاد النيفو الصراحه. الله يهدي ما خلق. خلونا في البيكاله ما نجبدوش داكشي الاهل كيالم. اللهم الرياضه خلونا في الرياضه اليوم. واللي بغى يعرف اش وقع يخلي لينا كومونتير وانا راه كنجاوب كل واحد على الكومونتير ديالو. حتى واحد ما كنخليه بلاش حيت الحمد لله العائله الصغيره غادي كتكبر الحمد لله. اليوم الصباح لقيت عدد ابوني تزاد ولات 522. اللهم لك الحمد والشكر. بعض المرات كتكون غادي بحال هكا بيكالا حتى كيبان لك حلوف دايز من لهيه ولا ارنب ولا غزاله ولا اي حيوان تيبان لك دايز. شحال من مره دازو من حدايا داك السناجيب. شنو هو داك اللي بعدا اصلا؟ هذا بنادم. هذا بنادم كنت نسحبو حيوان كاع نصحابو شي دب بيض. والله العظيم ها الله نتلاقاو مع شي حيوان على المباشر باش تشوفوه معايا نتوما على المباشر ونعيش معكم هاد اللحظات. ها يا سلام غزاله غزاله والله حتى غزاله. هيا 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 غزاله 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 هيا على المباشر على المباشر. هيا هيا غدا هيا غدا هيا غدا. هيا 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 غزالة على المباشر. يا رب تبغي تشوف على المباشر غزالة. هيا غزالة على المباشر. احنا في البيكال كنديرو الغابة. هاهي البيكالة الغابة غزالة على المباشر. هاهي منظر رائع. يا سلام منظر رائع. هاهي غزالة على المباشر. راه قلت لكم يا ربي نتلاقى معاها. هاهي مسكينة وبقات كتشوف فيا. عرفتني مسالم والله حتى عرفتني مسالم. يا سبحان الله
ديما كنتلاقى معاهم، واليوم جاتني على المباشر. راه رب صدفة خير من ألف ميعاد. راه ملي بغى لي الله نشوف على المباشر، الله يتشع على المباشر ومعاكم. يا سبحان الله، يا سلام سلم. عرفاني مسالم ما ندير ليها والو. يا سبحان الله، هاي تشوف فيها مسكينة. وما سخيتش بك الصراحة، راه غير هاد الفيديو هذا الصراحة. عرفتي دابا راه غادي الجو برو حاطها هنايا، طفيتها مع على حسب الباتري. يا سبحان الله، غير طفيتها وما يعاودوا يدوزوا واحد الغزالة ووليدها صغير. يا عرفتي الشمر الفراح، قلت شوف سبحان الله العظيم شحال كنطلب الله انه يلاقيني معاهم، ولكن نكون على المباشر، يعني يكون كان فيلمي. مع ديما كنتلاقى معاهم الصراحه، هما كيشوفوك من بعيد وتيهربوا. دابا نيت غادي كنبي داري ويتبان لي وحده نقزت وتبعتها ولدها صغير. يا سلام، فرحان الصراحه. الغابه والله تا واعره ورائعه. راه قلت لكم نجيكم من الحلوف، اما الغزلان والارانب والثعاليب واعر واعر داكشي. عرفتي هذا الفيديو هذا الصراحه خاصو يطلع. علاش؟ حيت انا فرحان فيه، حيت داكشي اللي خصني نشوفو طلبت سيدي ربي انني نشوفو قبل ما نخرج. كيف كنت ديما كنطلب الله. بحال دابا الطلعه هادي. يا سلام، الروعه 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 الروعه. الله يتجس على المباشر ديك الغزاله، وديك الغزاله بقات كتشوف فيا. يا سلام، رائع 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 رائع. يا سلام، ترى واحد الطلعه السي محمد كتسناني. راه خصني نشعل عليها الالكتريك باش ندور لكم الكاميرا. لا قديت، يلاه واحد جوج ثلاثة. اوه باش نبيداري شوية باش نطلق يدي. اوب 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 اوب، ها واحد الطليعة، هاهي نشعلو الضو. سينو منقدرش نطلع، نزيدو في السرعة ديال اسمع اسمع. اوه يا سلام، نطلع بيد وحدة. يا سلام، شتيها؟ طلعنا بيد وحده، يد هنا وهنا، ما كاينش اللي شاد بها التليفون. ومازال واحد الطلعه اخرى كتسناني ليه. يا الله فاصل ونواصل. على الله نتلاقاو ثاني مع شي غزاله اخرى، ولكن ما تلاقوش مع راجل. الراجل راه في العصني بقرونو. يلا اوب لا با 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 لا فيبراسيون. يلا السلام عليكم. راه خدام بالالكتريك هذا، غنطلع اخوك عادي نورمال. ما غنبداش واحد المجهود، هي راه ضروري ما تبيدالي باش تطلع، ولكن الحمد لله راك كتحس بالفخيطات خدامين وبلي مولي خدامين والكتاف خدامين والظهر خدام. وهاد الطلعه كاع باه نقدر نطلع وندير لها بحال ما هكا. عاوش نبين لك بلي الالكتريك الدور ديالو مهم في الطلوع. انا طلعت كملتها. اوه دابا ملي كملنا الطلعه هادي بقى عندنا واحد الطلعه صغيره، ومن ورا ديك الطلعه صغيره كاينه واحد مولات الهبطه. ها هي هادي طلعتها هي، نكملوا هاد الطليعه صغيره. من ورا ديك الهضبه كاينه واحد الهبطه. غادي شحال من واحد يطرح سؤال، علاش كدير بيكالا بوحدك زعما؟ وكندير بيكالا بوحدي حيت ما كاينش اللي بغا يدير معايا البيكالا. سؤال سهل والجواب سهل بالاحرى. هنايا الشباب هاد لي جون ديال الكور، الاغلبيه ديالهم كيدوزو البيرمي كيشرو طوموبيل ومريضنا ما عندو بيت. راك دابا الهبوطي وكيبقى عندو ما يديرو البيكالا. وي هو عندك عندك كربع. واو 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 شو 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 شو
شو طلع كدير شو هبطة صراحة رائعة الأخرى. هاد المرة شفتني كنغوت ما فهمت والو. وجوه يا سلام ادرينالين رائع رائع، ولكن لا تكربع حتى هي رائع الصراحة. تلاقوا مع شي حيوان هنايا تاني خصني نزير لفرنسا الصراحة، مابقاش كيشد مزيان خصني نزيرو. ها هي يا غزالة والله تعال المباشر، ها هي على المباشر المباشر. ها شو ها اللي قلت لكم، ها اللي قلت لكم على المباشر. يا سلام هذه هي كاينه الاولى والثانيه وليدها وهذه الثالثه، يعني اربعه الشدابه. يا سلام يا سلام يا سلام، بحال دابا هنايا راه خاص تبدل البنوات، وكاين الحلقه المقبله غادي نبدلهم ان شاء الله. هنا كاينه واحد الهبطه زوينه وغادي نخرجوا فواحد البلاصه زوينه ثاني. غادي نخلي هذا المقطع دايز بحال ما هكايا باش نعيشو على المباشر. اوب اوب هو اوب شحال من واحد تيبغي يعرف هاد الساك اش كيكون فيه، كل واحد واش كيدير فيه. غادي انا كل واحد انا غنوريكم واش كيدير فيه، انا غنوريكم انا راسي اش كندير فيه. فوالا هذا الساك هاو ديال الماء زعما. دابا هنايا كتحط واحد البوشيطه كتخرج تي من هنا باش تشرب. المهم انا ما قليل فين كنديرها، كنديرها غير في الصيف الصراحه. هادي فوالا هادي البومبا، فوالا هادي البومبا باش كتنفخ. هادي سكوتش كنجيبها معايا ديما وكاو واحد النهار نقدر نحتاجها، حيت غالبا كنحتاجها بعض المرات فاش كنبغي نغسل البيكالا كندير واحد البلاستيك وكندير عليها السكوتش باش ما تدخلش الماء. هذا فار ماشي فار فار كيدار اللور، شي نهار نقدر نكون حاصل برا فيه بزاف ديال الديكورات. هاي سينيكا هذا كاينه هذه، هادي اللي فيها ديك الكولا والروستين والقاعد حرش شي هي، وفيها ديمونت بنو. ها هي ناضيه بالمجاميع وفيها كلشي لداخل. شي نهار شحال مره تحت اون بان، المهم كنلقى الماتيريال. هادو الكلالين حيت البيكالا كامله فيها غير هادشي، ما فيها لا كروات لا والو، هادو هما البالونات اللي فيها كلهم هك كلهم هك فوالا كلشي. هنايا هاي هنايا هنايا الريكلاج ديال البواني صافي. واش كيبقى هنايا؟ كتبقى ديك الخنيشه اللي قلت لكم، ها هي هادي. بعد باش كنغسل البيكار بحال هكايا كنحيد الباتري كنحط هادي على هذوك لي كوس وكندير على السكوتش وكنغسلها، كنغسلها عام من بعيد. فوالا هادي في اطار الساك اش تيكون فيه. خرجنا في اسبوع الفرس، الله تشوف هذا المنظر هذا. هنايا كيترينو بالعودان ولعبوا بهم، منظر رائع الصراحه. انتوما لقى فيني قاري الله. وبهذا كيكون الفيديو كمل. كنتمنى انكم تكونوا تبرعتوا وشفتوا دوك الحيوانات الصراحه، دوك الغزلان الزوينين الظريفين، ومع ذلك كاين الناس كيصيدوهم. معليش ما غاديش ندخل في هذا النطاق ديال الصيد وما تصيدش، مع كيعطيوهم كوطه باش يصيدوا، مع تيقول لك الحيوانات كثار بحال الحلف غير قتلوه.
اما الغزلان ضريفي الله عمر دار. الفيديو كيكون هنا يكمل، نتمنى انكم استمتعتوا وشفتوا هاد المناظر الصراحه، وخديتوا بعض المعلومات اللي كنتوا عارفين اللي ما كنتوش عارفين، وكاين اللي خدا واحد المعلومه جديده. وبهذا غادي نديروا طريق العوده ان شاء الله الى المنزل، ومن ندخل الدار غادي نضربوا لها واحد المسحه نقيوها. الله يا الله سيدنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.